حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أهم العناوين. البدء من الزمان، العراق يغلق مخيمات كانت الملاذ الأخير للنازحين. في صحيفة العربي الجديد، ميليشيات مرتبطة بإيران تهدد استهداف أي استثمار سعودي في العراق. في العرب اللندنية، عودة نازحي الأقليات إلى الموصل محفوفة بالاستهداف الطائفي. نطالع في اندبندنت عربية، التوتر يشعل مجددا يشتعل بين المغرب وجبهة البوليساريو والحرب في الأفق. ونقرأ من الشرق الأوسط، إيران تبحث فرض عزل تام في طهران لأسبوعين مع ازدياد عدد الوفيات. في القدس العربي، ترامب يقول إن الوقت سيوضح من سيتولى المنصب في يناير المقبل. ومن صحيفة الخليج الإماراتية، ألمانيا تتهم 12 شخصا بالتآمر لقتل المسلمين في المساجد. يبدو أن قرار إغلاق مخيمات النزوح وإعادة العراقيين إلى مدنهم مركزي ونهائي لا رجعة فيه، وهو خارج التنسيق المطلوب مع الأمم المتحدة. هكذا كتب فاتح عبد السلام في صحيفة الزمان، أن هذا الكلام لا يزال نظريا وبعيدا عن شروط الأمان التي دفع غيابها تلك الأعداد الهائلة للهروب من بيوت مستقرة إلى خيام تحت ظروف سيئة ومتقلبة. ومع ذلك عدها كثير من النازحين حياة بديلة فيها أمان من التهديد الأمني لأسباب في طي الغيب لا يعرفون متى تتفجر في وجوههم مع تقلب الظروف. من حيث المبدأ، إنه من المعيب بل من العار أن يكون العراقي نازحا في بلده، وهي إحدى الخطايا التي تضاف إلى السجل الأسود للسواد الأعظم من البرلمانيين والسياسيين في البلد المنكوب بهم. غير أن قرار إغلاق المخيمات يجب أن يستند إلى ضمانات معيشية وأمنية وصحية واجتماعية مناسبة وجادة، وأنه يجب أن تتوافر هيئة خاصة لإعادة تأهيل النازحين قبل إعادتهم، فعودتهم بحد ذاتها قد تولد ردود أفعال ضدهم في مجتمعات ضيقة لا تزال تعتاش على الشائعات ويسودها الجهل وتغلب عليها الأمية والنعرات المختلفة ورواسب ما بعد الاحتلالات. إن الحكومة أمام مسؤولية جسيمة وهي تقدم على إغلاق مخيمات النزوح، ذلك أن القرار في مهب الخطر الأكيد ما لم يتوافر على البدائل المناسبة التي تحفظ كرامة العراقي. لابد من خط مشروع واضح المعالم تشترك فيه الوزارات بموازنات يقرها البرلمان والحكومة معا من أجل تدارك هذه المشكلة الاجتماعية العظيمة. فهل هناك مثل هذا الإجماع على التصدي للمشكلة، أم أننا سننتقل بالمشكلة من حيز محدود إلى مناطق أوسع وأخطر؟ لا معنى لإغلاق المخيمات وإخراج النازحين منها إذا كان المصير الذي ينتظرهم رحلة بائسة جديدة بين المدن والقرى بحثاً عن مستقر. هذا ودعا الكاتب الحكومة الحالية إلى تنفيذ قرار إغلاق المخيمات بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وأن لا تأخذها العزة بالإثم في القول إنه قرار سيادي. فأين كانت القرارات السيادية طوال تلك السنوات من هؤلاء العراقيين النازحين البائسين؟ رسم تقرير لمعهد بروكينز الأمريكي صورة قاتمة لأداء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في غضون الأشهر الستة الماضية، ورأى أنه اتسم بالتقاعس عن تحقيق الوعود التي أطلقها حين تسنم رئاسة الحكومة. وذكرت كاتبة التقرير مارسين الشمري أن هناك مهمات لا يستطيع الكاظمي إنجازها بمفرده، إذ إنه بحاجة لمجلس النواب كما هو الحال فيما يتعلق بالانتخابات. التقرير يقول
إنه عندما تبوأ الكاظمي منصبه رفع كثيرون سقف التوقعات لإمكانية تحقيق الاستقرار في العراق، حيث طرح مشروعا إصلاحيا طموحا ووضع 9 أولويات لحكومته، على رأسها سيطرة الدولة على السلاح وحماية المتظاهرين وتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة. واعتبر التقرير أن أداء الكاظمي كان دون الطموحات، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الميليشيات الموالية لإيران وإطلاقها الصواريخ على المصالح الأمريكية في العراق. واستدل التقرير على سبيل المثال بأول تحدي حقيقي لرئيس الوزراء، وهو العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب وأسفرت عن اعتقال عناصر في ميليشيا كتائب حزب الله بعد هجمات صاروخية على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، لكن المعتقلين أفرج عنهم جميعا باستثناء واحد، ولم تنتهي العملية بإطلاق سراح المعتقلين فحسب، بل باعتذار من الكاظم للكتائب وتوجيه اللوم إلى جهاز مكافحة الإرهاب. واعتبر التقرير أن الكاظمي بفعلته هذه أساء استخدام موارد الدولة وقوض سمعة واحدة من أكثر المؤسسات مصداقية في العراق. ويرى التقرير أن الكاظمي فشل في تحقيق العدالة لقتل الاحتجاجات، فيما عبر ناشطون عن شكوكهم حيال قدرته على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها ووقف عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني في العراق. وختم التقرير بذكر أن الكاظمي يقول إن يديه مقيدتان، ولكن مع ذلك فإن له صلاحيات كثيرة ينبغي استغلالها بعزم لملاحقة الميليشيات المسلحة وتحقيق الاستقرار في المجالات المالية والأمنية والصحية لاستعادة ثقة الجمهور. ذكر موقع ذا هيل الأمريكي أن فوز جو بايدن لديه تاريخ مثير للجدل في العراق قد يجعل العديد من السياسيين في بغداد يخشون هذا الانتصار. فقد ذكر الموقع في تقرير للكاتب ألكسندر أولارس أنه مع نهاية الولاية الأولى لنائب الرئيس بايدن الذي عينه أوباما للإشراف على الدبلوماسية الأمريكية في العراق، ازداد عدد الضحايا المدنيين في العراق آنذاك بنسبة 400%. وقد رفع تنظيم داعش رفع علمه من سوريا عبر العراق إلى نقطة لا تبعد سوى 60 ميلا عن بغداد آنذاك. الكاتب يرى أن المشكلة الحقيقية بدأت مع تأييد أوباما وبايدن لمحاولة نور المالكي الاحتفاظ بالسلطة بدلاً من دعم النتائج الديمقراطية للانتخابات، خلافاً لنصيحة السفير روبرت فورد الدبلوماسي المخضرم في العراق لمدة 6 سنوات والجنرال راي أوديرنو. ووفقاً لكتاب نهاية اللعبة الذي كتبه مايكل جوردن وتقرير الجنرال برنار تيرنور، فقد كان بايدن على قناعة بأن المالكي سيقدم اتفاقية وضع القوات الأمريكية، في حين أشارت تفسيرات أخرى إلى أن إدارة أوباما قد استسلمت للمصالح الإيرانية أثناء التفاوض على خطة العمل المشتركة الاتفاق النووي. وحسب تصريحات سابقة لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، فقد كانت هناك قناعة بأن الولايات المتحدة لن تدعم أبداً من قائمته بسبب معارضة إيران لهذه الفكرة. ويضيف الكاتب أنه بغض النظر عن السبب، فإن قرار بايدن بدعم المالكي أدى إلى اضطرابات سياسية في العراق، والتي مهدت الطريق إلى ظهور تنظيم داعش، مشيرا إلى أن المالكي بعد أن حصل على السلطة تراجع عن اتفاقيات تقاسم السلطة، وبدلا من ذلك تحرك رئيس الوزراء للسيطرة على المؤسسات العراقية المستقلة وتحويل القوات العراقية إلى أدوات طائفية. وأضاف الكاتب أن حكومة المالكي حاولت اعتراض وزير المالية رافع العيساوي واعتقاله، لكنها أخفقت، في حين فر نائب الرئيس طارق الهاشمي إلى كردستان العراق لتجنب الاعتقال الوشيك والحكم عليه بالإعدام وغير ذلك من الإجراءات المثيرة للجدل. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن سياسات أوباما ونائبه بايدن قد أدت في نهاية المطاف إلى ظهور الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تكثيف الميليشيات الموالية لإيران جهودها في الحصول على معلومات عن العراقيين الذين يعملون مع القوات الأمريكية في العراق واستهدافهم. فقد نقلت الصحيفة في تقرير لها عن مسؤولين عراقيين
قولهم إن الميليشيات المدعومة من إيران تغلغلت في أجهزة الأمن العراقية. الصحيفة ذكرت أنه مع تزايد هجوم الميليشيات على قوافل الإمداد للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وضد المصالح الأمريكية الأخرى، قدم الجيش الأمريكي المعلومات الشخصية الخاصة بالمترجمين والعراقيين الذين يعملون معه إلى قوات الأمن العراقية على النحو المطلوب من قبل السلطات العراقية لتأمين تنقلهم في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للوثائق والمسؤولين العسكريين العراقيين. وأكدت الصحيفة أنه يمكن أن يمثل تبادل هذه المعلومات بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام لوحات السيارات تهديداً متزايداً لمئات العراقيين الذين عملوا لفترة طويلة مع القوات الأمريكية وخاصة المترجمين منهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين أن الميليشيات المدعومة من إيران تغلغلت في أجزاء من جهاز الأمن العراقي لدرجة أن المعلومات أصبحت في بعض الحالات في متناول الجماعات التي حملت السلاح ضد الأمريكيين وموظفي الدعم المحليين. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليس مفاجئا أن الميليشيات لديها هذه الوثائق. وأشارت الصحيفة أنه في حزيران يونيو الماضي نشرت وكالة صابرين للأنباء التابعة لميليشيات المدعومة من إيران قائمة تزعم أنها تحتوي على معلومات شخصية عن عراقيين تم قبولهم في قاعدة يونيون 3 العسكرية في بغداد. ونقلت الصحيفة نفسها عن مترجمين عراقيين قولهما إنهما شاهدا أفراد ميليشيات كانوا متمركزين بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية عراقية ومعهم قائمة تحتوي على معلومات شخصية حصلوا عليها من مركز تنسيق عسكري تديره قوات الأمن العراقية. نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريراً بعنوان السعودية تطالب بإجراءات حاسمة ضد البرنامج النووي الإيراني. ذكر التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة في الشرق الأوسط كامبول ماكديراميد أن هذه الخطوة المعتادة من الرياض تأتي بعد ساعات من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران خزنت كميات من اليورانيوم المخصب في منشآتها النووية تماثل 5 أضعاف الكمية المسموحة لها بحسب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. يوضح الكاتب أن الولايات المتحدة الحليف القوي للسعودية مارست ضغوطا اقتصادية كبرى على إيران خلال الأعوام الماضية، خاصة بعد إعلان واشنطن انسحابا أحادي الجانب من الاتفاق، وذلك بهدف معلن وهو الحد من قدرات طهران على تصنيع سلاح نووي. ويعرج الكاتب على رد الفعل الإيراني على الانسحاب الأمريكي والذي تمثل في التراجع عن الكثير من الالتزامات التي كان يتضمنها الاتفاق الذي وقعت عليه أطراف أخرى، مضيفاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت في تقريرها السنوي عن قيام طهران بتخزين نحو 2.5 طن من اليورانيوم المخصب، وهي كمية تفوق كثيراً الكمية المسموحة بها والتي تبلغ نحو 203 كيلوغرامات. ويضيف أن التقرير كشف عن خرق السلطات الإيرانية الاتفاق النووي بنقل مجموعة من أهم أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم من منشأة فوق الأرض إلى منشأة أخرى تحت الأرض، وأن الخطوة الإيرانية تأتي بعدما يبدو أنه هجوم تخريبي على مبنى أجهزة الطرد الموجودة فوق الأرض في مفاعل نطنز والذي وقع قبل 4 أشهر. ويقول الصحفي إن المفتشين الدوليين التابعين للوكالة لاحظوا أيضاً وجود مواد نووية في مواقع لم يسموها، وأن طهران بررت ذلك بأسباب غير مقنعة ولا يمكن تصديقها. أضاف الكاتب أن الرئيس المقبل للولايات المتحدة جو بايدن قدم دعماً كبيراً للآمال الإيرانية بإعلانه عزمه العودة إلى الاتفاق النووي وتقديم مسار سياسي معقول لطهران للعودة إلى الدبلوماسية. منذ 23 تشرين الحالي والأحداث تظهر أن النظر الأمريكي قصير، ذلك لأنه غير قادر على تجاوز التشظي الداخلي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبالضرورة يتبين أن فكرة القرن الأمريكي غير صالحة،
لا سيما بعد أن ملأت روسيا والصين كثيرا من مربعات النفوذ السياسي والاقتصادي. هنا إيميل أمين تساءل في صحيفة الشرق الأوسط عن المنعطفات الخطيرة التي تقف أمريكا على مفارق طرقها هذه الأيام. الشاهد أن هناك أكثر من مفترق، قد يكون في المقدمة إشكالية الهوية والتي باتت غير واضحة المعالم. فأمريكا الجاكسونية بدت كأنها تواجه أمريكا ترامبية، الأولى تسعى إلى تعميق الهويات الفرعية، والأخرى حاولت وتحاول استرداد الهوية القومية. وهنا فقط نشير إلى أن الأزمة هيكلية وبنيوية وليست فقط مجرد صراع على رئاسة كما يبدو للعيان. مفترق الطرق الذي تقف عنده أمريكا يتشارعه ويتنازعه توجهان مختلفان جذرياً. الأول وضع لبناته المحافظون الجدد في نهاية التسعينيات، وبتأثير أيديولوجي ربما نتج عن شهوة الانفراد بمقدرات العالم في أعقاب سقوط وتفكك الاتحاد السوفيتي. أما التوجه الآخر فقد رفع أنصاره شعار الإنعزالية، وربما تمثل ترامب هذا السياق من خلال طرح أمريكا أولاً. تبدو الأزدواجية الأمريكية التقليدية هذه المرة ضمن مفارق أمريكا الخطيرة، وربما لم يعد الأمريكيون في انقساماتهم على هدى من أمرهم. فبينما يتطلع الرئيس المنتخب جو بايدن إلى أمريكا تقود العالم من جديد، نرى توجها داخليا عميقا يوقن بأن انشغال المؤسسة السياسية الأمريكية بالخارج أدى إلى تردي أوضاع الدولة اقتصاديا، وحمل الأجيال الأمريكية القادمة ديونا خارجية بلغت في شهر أيار الماضي نحو 27 تريليون دولار. وبحسب رأي الكاتب، فأن ما تعانيه أمريكا اليوم وبما هو أشد هولا من جائحة كورونا هي جرثومة التفكك والتفسخ الداخلي، إذ لا تمارس السياسة بالمنافسة الشريفة أو الفعل الأخلاقي المضاف، بل بأفكار الكراهية ومشاعر الغضب، وكلاهما أسوأ من صاحبه. أعلن مجلس شمال غربي ولاية أركانساس الأمريكية منح 10,000 دولار لمن يرغب بالانتقال إلى المنطقة ضمن مبادرة أطلق عليها اسم الحياة تصلح هنا. ويستثمر المجلس مبلغا يتجاوز 1,000,000 دولار في الأشهر الستة المقبلة لاستقطاب سكان جدد من أصحاب المواهب الكبيرة. وعلى وفق الإعلان، فإن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على ميزات أسلوب الحياة والأعمال التي تقدمها تلك المنطقة. وفي سياق الترويج، ذكر المجلس أن منطقة شمال غربي ولاية أركانساس تعد من أفضل المناطق من ناحية التكلفة المعيشية والطبيعة الخلابة والثقافة والفنون والمطبخ على مستوى البلاد. ويزيد دخل الفرد في تلك المنطقة بنسبة 14% عن متوسط الدخل الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للإعلان المذكور. وفضلا عن المبلغ النقدي، يعرض المجلس على سكان الجدد دراجات هوائية للشوارع وأخرى للجبال لتشجيعهم على الانطلاق واستكشاف مسافة تصل إلى مئات الكيلومترات من المواقع الخلابة. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.